جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يسجد الإنسان إذا مر بسجود تلاوة، لا سيما إذا كانت سجدة التلاوة في آخر السورة كسورة العلق مثلا، هل يسجد ثم يركع أو ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا مر بآية سجدة فإنه استحب له أن يسجد سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء كانت السجدة في أثناء السورة أو كانت في آخر السورة مثل سورة العلق إنه يسجد. وإذا قام من السجود إن شاء، إذا كان إماما وقام من السجود الذي في آخر السورة والصلاة جهرية، أراد أن يقرأ لأجل أن ينبه المأمومين فليقرأ، وإذا أراد أن يسجد فأن يركع فليركع، لأن المأمومين يتنبهون بالتكبير، لأن سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنه يكبر له في الانحطاط وفي القيام منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير في الصلاة عند كل خفض ورفع، ومن ذلك سجود السهو. فالجماعة الذين خلفه تنبهون بالتكبير، فلا ضرورة إلى أن يقرأ بعد قيامه من سجود التلاوة، بل يعتمد ويتريث إلى أن يلحق به المأمومون قائمين ثم يكبر ويركع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.